يا مرحبا والله، تفضل. طبعا هنا بناء هيكل أجزاء العمل، وهذا أهم مرحلة في الكي بي آي، هذا أهم شيء، أهم جدول هذا اللي يعتمد عليه بعد كذا كل شغلنا. طبعا في عدة مراحل، مرحلة الأولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. كان الهدف العام للمشروع تقديم خدمة لكل عميل بالنسبة لا تقل عن 90% من عدد العملاء. احنا عندنا المرحلة الأولى رفع كفاءات الموظفين للعمل بشكل احترافي، والهدف المرحلة التدريب وتأهيل الموظفين. متطلبات تنفيذ المرحلة وجود سياسات وإجراءات واضحة. ميزانية المرحلة حوالي 950,000 ريال، مدتها 3 شهور. مرحلة